المنتخب الأولمبي وتصريحات اللاعبين في المنتخب الأولمبي وتصريحات شوقي غريب ورد كلوب على تصريحات شوقي غريب وكل الكلام اللي موجود في وسائل الإعلام وكل الكلام اللي موجود في الصحافة ومحمد صلاح اللي لسه ما ردش لحد دلوقتي بأي تصريح، كل المشاكل اللي موجودة دي، هنضم مين ومش هنضم مين، كل الكلام ده هنتكلم فيه النهاردة، خصوصا ان الاولمبياد تقريبا هتتلعب بعد 18 شهر بالتحديد 21 يوليو 2020، وكل الكلام ده هنتكلم فيه النهاردة. بس قبل ما نتكلم في اي حاجة اقولك انزل اعمل اشتراك وفعل جرس التنبيهات واللايك الجميل يا رجالة، ويلا بينا نخش على المفيد. سير صبحي، اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج السير صبحي. النهارده هنتكلم عن ابرز المشكلات اللي موجوده في المنتخب الاولمبي. طبعا قبل ما نتكلم في اي حاجه، هو فتح باب الكلام ده هنضم مين ومش هنضم مين، التوقيت بتاعه كان خطا كبير جدا جدا، لان توقيت الكلام ده كان قبل ماتش النهائي. يعني بدل ما نتكلم في اي حاجه من الكلام ده، مفروض ان احنا الاولى ان احنا كنا ندعم اللعيبه ونقف ورا اللعيبه ونحفز اللعيبه. ولوائح الاولمبيات اللي بتنص على تسجيل 18 لاعب بس في القايمه وسفر 4 لعيبه، طبعا ال 18 لاعب ليك 3 منهم فوق السن، 3 فوق ال 23 سنة، ومعاهم 4 لعيبة بتسافر طبعا مع البعثة دي، تحسبا لو حصل إصابة لأي لاعب بيقدر طبعا المنتخب انه يسجل لاعب مكان اللاعب اللي اتصاب ده، بس ده طبعا بشروط 24 ساعة قبل أول ماتش. وبالنسبة للتصريحات، هنبدأ مع مدرب حراس المرمى كابتن أسامة عبد الكريم اللي طلع قال احنا في حراس المرمى مش محتاجين ان احنا ندعم او نجيب اي حارس، خصوصا ان معانا صبحي واخد احسن حارس في البطولة، بس احنا لو اضطرنا ان احنا نجيب جون حارس مرمى معانا في الاولمبياد طبعا هيكون الشناوي. تاني واحد معانا هو رمضان صبحي قائد منتخب مصر الاولمبي اللي طلع اتكلم وقال التحدث عن محمد صلاح وانضمام محمد صلاح للمنتخب الاولمبي ده كلام سابق لاوانه، المفروض دلوقتي ان احنا نتكلم عن انجازات المنتخب والقايمة الحالية للمنتخب. وتالت واحد كان احمد رمضان بيكهام اللي طلع قال اكيد طبعا هنستفاد بوجود لعيبة كبار هينضموا معانا لقايمة المنتخب، لكن اللعيبة الكبار دول هيطلع مكانهم لعيبة صغيرين من المنتخب او من قائمة المنتخب الحالية، واللعيبة دي هتتظلم كتير جدا، وفي النهاية القرار قرار المدير الفني. وطبعا الاعلام المصري وسائل الاعلام طبعا كلنا عارفين بتصطاد في المية العكرة، مش هتسيب الولد في حاله، خصوصا انه عيل صغير وما قالش برضو التصريح بتاعه بحذر زي القائد رمضان صبحي اللي عنده خبرة برضو في التصريحات. طلعوا غسلوه وشطفوه وعملوا فيهم يعني فيما بدلهم ومرمطوه على الاخر، حرفوا الكلام بتاعه، يعني ايه انت مش تلعب مع صلاح، طب مش عارف ايه، انت مش عايز مين وهتاخد مين، وكلام من ده كتير، لدرجة ان الولد طلع اعتذر، احمد رمضان بيكهام طلع اعتذر وقال يا جماعة انتوا فهمتوا كلامي غلط، انا ما عنديش اي مشكلة، انا شرف ليا ان انا العب مع الناس دي وشرف ليا ان انا العب جنبهم، بس انا بتكلم على لاعب تاني في القايمة هيطلع بره. وبرضو اكد على كلامه تاني، مفروض ان هو يتعلم من غلطه، لان نسبة كبيرة من الشعب المصري زائد وسائل الاعلام جت على الولد ده خالص بسبب التصريح بتاعه. عشان كده خبرة التصريح بتفرق كتير جدا جدا جدا، خصوصا في الاعمار السنية دي، والمفروض طبعا ان المدير الفني هو اللي بيختار مين اللي يطلع يصرح، مين اللي يطلع لوسائل الاعلام يعمل لقاء ويتكلم مع الناس دي، لان واحد ممكن يعك ويتفهم كلامه غلط يجي على دماغه، وفي واحد بيتكلم كويس في وسائل الاعلام فده خلاص يعني بيس. طبعا هي من واجبات المدير الفني، ما ينفعش ان انا اعرف ان اللاعب ده هيطلع يعك في وسائل الاعلام واحطه في وش المدفع او احطه في وش النار. واخر واحد معانا كان بالنسبة للتصريحات او ابداء التصريحات كان كابتن شوقي غريب اللي طلع قال انضمام صلاح للمنتخب هو عايز ولا لا، انا كده كده انا عايز صلاح، هو عايز ينضم طبعا صلاح، وصلاح فخر العرب وصلاح بعتبره من افضل 5 لعيبة في العالم، وانا اتمنى انضمام صلاح، خصوصا ان انا مش عايز اروح البطولة دي للتشريف، ان انا مش رايح اعمل اشرف بس كده اشارك وخلاص، لا ده هدف شوقي غريب الميدالية الاولمبية. وطبعا كلام شوقي غريب وصل صدى لاوروبا، ووصل
كلامه لكلوب، اللي طلع كلوب قال المدرب ما صرحش بالكلام ده كله، فعشان كده شوقي غريب طلع صرح ان هو عايز صلاح ينضم معاه، يعني ردا على كلوب. وكلوب طلع تاني يرد على شوقي غريب يقول ان الموضوع مش في ايدي، ده كان اخر تصريح كان النهارده. كلوب رد على شوقي غريب قال له الموضوع مش بايدي، الموضوع بايد محمد صلاح، وانا اول حاجه هعملها ان انا بعد ما اخلص المؤتمر الصحفي ده هطلع اسال محمد صلاح. طبعا وجود محمد صلاح في المنتخب مهم جدا 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 وليه فوائد كتير، لان محمد صلاح وجوده في المنتخب الاولمبي هيسلط الاضواء على كل لعيبه المنتخب، وبالتالي هتبقى فرص الاحتراف بالنسبه للاعبين الشباب دي هتبقى اكتر. طبعا اللي هيحترف في الايطالي الانجليزي اسباني فرنسي ان شاء الله حتى الدوري التركي، او مع احترامي للدوري المصري احسن بكتير، فكل ده هيعود على المنتخب ايجابي. طبعا النسبه الاغلب او المعظم شايفين ان انضمام محمد صلاح للمنتخب طبعا هيبقى احسن للمنتخب، في نسبه طبعا يعني هتتعارض مع الكلام ده كله، بس يعني بصراحه كده نسيبك بقى من التمثيل المنتخب ونسيبك من الميداليه الذهبيه والكلام ده كله، انضمام صلاح هيفرق كتير جدا مع اللعيبه وهيفرق كتير جدا مع الكشافين، والكشافين هيسلطوا الضوء على المنتخب، وفي ساعتها برضو هيبقى في احتراف بالنسبه للاعبين. وفي النهايه كان سبب المشكله دي هي وسائل الاعلام المصري، يعني عيب عيب يا جماعه انتوا ما تصغروناش مش كده، يعني الشناوي مع احترامي للشناوي حارس كبير جدا وحارس المنتخب المصري ومع احترامي ليه، يعني يقول لك الشناوي راح مانشستر، هو مانشستر ناقص حراس يا جماعه انتوا بالعقل كده، مانشستر دخية روميرو والحارس الثالث كوفاش يعني عيل كويس جدا، والحارس الرابع طالع اعاره، يعني مانشستر احسن مركز في مانشستر هو حراسه المرمى، طب شوفوا اي مركز تاني. فالاعلام بتاعنا بصراحه كده كفايه كده كفايه عيب. وفي النهايه ده رايي الشخصي، لو انت عندك راي تاني او انت متعارض معايا في الراي سيب لي الكومنت بتاعك ونتناقش مع بعض ونستفاد ونفيد بعض. ولو انت لسه مكمل معايا انزل اعمل اشتراك وفعل جرس التنبيهات، واهم حاجة يا رجالة اللايك الجميل عشان الفيديو ينتشر، واشوفكو الحلقة الجاية. سلام.